كابيتولم، ايه هما التروكليا وايه هما الكابيتولم؟ التروكليا دي جزء من الهيومرس، والكابيتولم جزء من الايه، من الهيومرس. هم الكابيتولم دي جزء مدور كده، والتروكليا دي اللي هي شبه البقره، اسمها بقره. هما الاثنين بيمسكوا مع بعض عند 14 سنه، وبيمسكوا مع بقيه الهيومرس، مع الشافت بتاعه الهيومرس عند سن 15 سنه. تمام؟ يبقى الايدجز اللي قلناها دي بقى مهمه جدا جدا للجارس. تاني هنقولهم، لو هنركز دلوقتي في الابر ليمب، الابر اند بتاعه الهيومرس واللور اند بتاعه الالنا وريديوس عند 20 سنه. التروكليا مع الكابيتولم اللي هم موجودين فين، دول تو بارتس من الهيومرس موجودين في اللور بارت بتاع، في اللور اند بتاعه الهيومرس، هما الاثنين بيمسكوا عند 14 سنه، وهم الاثنين بيمسكوا في الشافت بتاعه الهيومرس عند كام؟ عند 15. هننقل على اللور ليمب، الابر اند بتاعه الفيمر واللور اند بتاعه تيبيا وفيبيلا، يعني اول لور ليمب واخره، عند 18 سنه. الراوند زني عند 21 سنه. طيب بالنسبه للفالنجيز، سواء بتاعه الهاند او الفوت، عند 18. الارقام دي مهمه جدا جدا، سواء للجارز او سواء للستيشن بتاعه الاكس راي اللي هنقولها في اللاب. في اللاب جزء كده عن الاكس راي هنقول فيه نفس الارقام دي تاني، مهمه جدا. فالارقام بتاعه الابيفيزيال لاين دي مهمه جدا جدا. تاني هنقولها بسرعه عشان نحفظها، يبقى الابيفيزيال لاين بتاعه الابر ليم، ابر اند اوف هيومرس لور اند اوف النا اند ريديوس 20، تروكليا وكابيتولم مع بعض عند 14، هما الاثنين مع الهيومرس عند 15. في اللور ليم، ابر اند اوف فيمر لور اند اوف تيبي اند فيبيلا عند 18، اراوند ذا ني 21، الفالنجيس بتاعت الهاند والفوت عند 18. دول مهمين جدا، كل دول اسمهم ايه؟ اسمهم ابيفيزيال لاين. امال اللي احنا شرحناه قبل كده من شويه ده كان ايه؟ كان اوسيفيك سنتر، حاجه تانية. والاوسيفيك سنتر كان برضو فيه ايجز كتيره جدا، كان من ضمنها اجزاء في الانترايوتراين لايف، وكان من ضمنها اجزاء افتر بيرث. بس احنا علمنا فيهم على مين اهم واحد، اللي هو مين؟ اللي هو بيقول فول تيرم بيبي، اللي هو لور اند اوف فيمر، بتبقى عند 8 شهور وبتوكيوباي 5 مللي عند 9 شهور، والابر اند اوف تيبي عند كام؟ 9 شهور انترايوتراين لايف. تمام كده؟ احنا اصلا بنتكلم في ايه دلوقتي بقى؟ احنا بنتكلم عن العنوان اللي اسمه بنعرف الايدج ازاي. احنا بنعرف الايدج ازاي؟ يا اما من الفلات بونز اللي قلناهم كلهم من شويه، يا اما من اللونج بونز اللي احنا بنقولهم دلوقتي، قلنا الاوسيفيك سنتر وقلنا الابيفيزيال لاين، وتالت عنوان في اللونج بون اللي هو مين؟ اللي هو الميدالا ريكافيتي. ايه بقى الميدالا ريكافيتي ده؟ سهل خالص. الميدالا ريكافيتي ده اللي هو بيبقى موجود في نص البونز اللي هو زي الهيومرس مثلا. الميدالا ريكافيتي ده بيوصل عند السيرجيكال نيك بتاعه العظمه بتاعه الهيومرس عند 30 سنه، وبيوصل عند الاناتوميكال نيك يعني بيطول شويه عند كام؟ عند 33 سنه. تمام؟ هو ايه يعني ايه الفرق ما بين السيرجيكال نيك والاناتوميكال نيك؟ السيرجيكال نيك دي ليه سموها كده؟ سموها كده الجراحيه لان ده المكان اللي بيحصل يعني اكثر، يعني الاكثر شيوعا، اللي بيحصل فيه الكسر للعظمه، فعشان كده سموها كانه هو ده النيك الجراحيه. فده بيوصل عند 30 سنه. ولكن الاناتوميكال نيك يعني ايه؟ يعني اللي بتلي الهيد على طول، اللي بعد الهيد بتاعه الهيومرس على طول، تبقى دي اسمها النيك. ده معنى كلمه سيرجيكال نيك واناتوميكال نيك. المهم الميدالا ريكافيتي بيوصل عند مين؟ عند السيرجيكال نيك عند سن كام؟ 30. وبيوصل عند الاناتوميكال نيك عند سن كام؟ 33. بس خلي بالنا ان الاعمار دي عند مين؟ عند الميلز. يبقى احنا لو في ميل هنعمل ايه؟ هنطرح اتنين. احنا كده خلصنا اهم في السكشن، او هو الجزء الاكبر في سكشن الايدنتيفيكيشن اللي هو الايدج. نرجع تاني بقى، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ احنا كنا بنتكلم في ان ازاي بنكتب الريبورت لاي جار يجي في الايدنتيفيكيشن. لو جه لونج جار، الريبورت بتاعه بيتكون من ايه؟ اول حاجه احنا عايزين نعرف ايه هو البارت جيفن، تاني حاجه هيومن اور نوت، تالت حاجه وان بيرسون اور مور، رابع حاجه الريس، خامس حاجه الايدج. وقلنا ان الايدج بنعرفه ازاي؟ بنعرفه يا اما من فلات بون، سكال، ماندبول، ستيرنم، بلفس، او لونج بون، اوسيفيك سنتر، ابيفيزيال لاين، ميدالا ريكافيتي، او تيث. وقلنا الاعمار بتاعتها وهنحتاجها في الايه؟ في اللاب. طيب
الايتم السادس بعد الايدج هو السكس. ازاي بنقدر نعرف السكس بقى في الجار هو دوت ميل ولا في ميل؟ ده بنقدر نعرفه لو كان بلفس او سكال او سترنوم. اول حاجة البلفس، بنقدر نعرف ازاي البلفس ده بتاع ميل او بتاع فيميل. هنا بنقول انه الفيميل بلفس كل الفكرة انه المفروض ان هو يبقى وايد ويبقى شورت بحيث ان هو يعمل ايه، يسهل الليبر. فاحنا بنسمع الكريتيريا بتاعته يبقى في دماغنا الفكره دي، احنا عايزينه يبقى واسع وعايزينه يبقى قصير بحيث ان ما يبقاش المسافه طويله فيحصل فيبقى ايه، فيسهل الليبر. فمثلا الساكرم عند الفيميل هيبقى شكله ايه؟ هيبقى شورت، انما عند الميل هيبقى ايه؟ هيبقى لونج. طيب البرومنتري بقى اللي في الساكرم ده هيبقى ايه؟ عند الميل هيبقى بروجكتنج، فكونه بروجكتنج هيضيق الانلت شويه، انما عند الفيميل بيبقى نون بروجكتنج برومنتري علشان احنا عايزين نوسع الانلت. طيب البلفيك انلت اصلا بيبقى ازاي؟ عند الميل بيبقى ايه؟ تريانجولر او هارت شيب، انما عند الفيميل اوفويد علشان يبقى واسع. تمام السب يوبيك انجل بتبقى ازاي؟ بتبقى اوبتيوز عند الفيميل، تمام، انما عند الميل بتبقى ايه؟ بتبقى اكيوت. طيب الاوبتيوريتال فورامين بتبقى عند الفيميل تريانجولر، انما عند الميل بتبقى اوفويد، وهكذا. يبقى احنا بنقول الكرايتيريا بتاعه الميل بلفس او بتاعه الفيميل بلفس، وفي دماغنا فكره ايه؟ ان الفيميل بلفس المفروض ان هو يكون وايد والمفروض ان هو يكون شورت علشان يسهل مين. ادي فرق شكل الميل بلفس عن الفيميل بلفس. تمام تاني حاجه بنقدر نعرف بيها السكس هي مين؟ هي السكال. طيب ايه الفرق بقى ما بين الميل سكال والفيميل سكال؟ بنقول انه البارايتال ايمينينس عند الميل بتبقى ايه؟ مور بروميننت، اكتر من الفيميل. وكذلك السوبر سيلياري ريدجز بتبقى عند الميل مور بروميننت عن الفيميل. طيب الفرونت ونيزل انجل عند الميل بتبقى ايه؟ انجلر، انما عند الفيميل بتبقى ايه؟ سموث. الماستويد بروسيس والستايلويد بروسيس هما الاثنين عند الميل بيبقوا لونج، انما عند الفيميل بيبقوا شورت، وهكذا. يبقى دي الكرايتيريا بتاعه الايه؟ السكال بتاعه الفيميل. طيب ثالث حاجه بنقدر نعرف منها السكس هي الاسترنم، ودي مهمه جدا 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 للجورس. ازاي بنقدر نعرف الاسترنم دي بتاعه ميل ولا بتاعه فيميل؟ احنا اتفقنا ان الاسترنم بتتكون من ثلاث اجزاء، جزء اسمه البودي اللي هو الجزء اللي في النص الطويل، تحتيه حاجه اسمها الزيفويد بروسيس، وفوقيه الجزء اللي هو التخين اللي هو المانوبريم. عند الميل بيبقى البودي طوله اكتر من ضعف طول المانوبريم، يعني قد المانوبريم مرتين وزياده، انما الفيميل البودي عندها مش كده، اقل من الضعف، مش قد المانوبريم مرتين ولا حاجه. يبقى ده الفرق ما بين الاسترنم عند الفيميل من الاسترنم عند مين؟ عند الميل، ودي مهمه جدا للجورس. يبقى احنا قلنا بعد كده يبقى دي الايتم بتاعه الايه؟ بتاعه السكس. بنعرف ازاي السكس في الجار؟ لا اما من البلفس، لا اما من السكال، لا اما من الاسترنم. وعرفنا ازاي الاسترنم، البلفس مهم جدا عليها جارات برضو، بنعرف هو الجار دون بتاع ميل ولا بتاع فيميل، والايه السكال. تمام النقطه اللي بعد كده في الريبورت هي نقطه ديفورميتي، الحاجات اللي باقيه سهله بقى. تاني معلش هنقول تاني الريبورت بيتكلم ازاي. اول حاجه البارت جيفن، تاني حاجه هيومن اور نوت، تالت حاجه وان بيرسون اور مور، رابع حاجه ريس، بعد كده ايج، بعد كده سكس، بعد كده ديفورميتي. يعني ايه ديفورميتي؟ يعني هل انا شايف قدامي في ديفورميتي واضحه في الجار ده ولا مفيش، في خلل في عظمه، او في عظمه فيها مشكله، او الشكل ده فيه ولا لا. تمام الكوز اوف ذس، هل انا